السلام عليكم. ولا اقول لكم يا مساء الروائح الجميله. روائح جميله، ايوه روائح جميله كده. هلا في البيت جميله، فسيخ وطريقه خلي الفسيخ بدون شوك، وازاي تخليه من الجلد خالص، وازاي تخلي الرنجه وتسويها، وطريقه تقديم الفسيخ باكتر من شكل. تابعوني متنسوناش في اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك مننا كل جديد. اللفه دي فيها ايه؟ فيها روحي، فيها قلبي. فيها فسيخ. هنزل لكم النهارده طريقه تنظيف الفسيخ بطريقه جميله جدا، هتعجبكم كتير. طبعا احسن واحد في اسكندريه بيبيع فسيخ هو طحون. طبعا انا دخلت معاكم كده على طول من غير ما اقول سلام ولا كلام. انا بصراحه بحب الفسيخ جدا، ولاصحاب القنوات بقى اللي بينزلوا الفسيخ بطريقه ايديهم وعمايلهم والحاجات دي، قلت قررت لازم اعمل زيكم واغيظكم زي ما انتوا بتغيظوني كده، وانا ايه بشوف الفسيخ وانتوا بتعملوا. بسم الله ما شاء الله. يعني ده كيلو، الكيلو عباره عن سمكتين. هفتح طبعا بقى الكيسه دي كده عشان اوفرها. اللي ما يعرفش الفسيخ ده هو عباره عن سمك متخلل مملح، يعني مش ني يا جماعه. ده بيقعد فتره في التخليل عشان الناس اللي من الدول العربيه مش كلهم يعرفوه. ده سمك متخلل بيبقى نوع معين اللي هو البوري، وطبعا الشعب المصري معروف بيه ما يقدروش يعيشوا طول السنه ياكلوه. فانا قلت ايه بقى كده اودع الفسيخ قبل دخول رمضان، الواحد ياكل ايه اكله حلوه كده من الفسيخ. اول حاجه هعملها، مش هتقشري القش ولا اي حاجه، انت بس هتشيلي الزعانف بتاعه دي عشان تسهل عليكي ان انت تعملي لها خل. تمام، هشيلها. خلاص نضفتها من الزعانف، هاجي بقى كده ركزوا بقى في اللي جاي ده واقطعها. واقطع الديل. هاجي هنا من الظهر، من الظهر اقطعها. ركزوا معايا في الخطوات دي عشان هنخليها يعني بسهولة بقى. طبعا كل الناس تستخدم الفسيخ في شم النسيم لانها اكلة معروفة جدا، هو مش عيد ولا حاجة، بس احنا بناكله طول السنة عامة. تمام، تيجي بقى على الخطوة دي المهمة اللي جاية. شايفة من هنا هتيجي كده بصبعك، بصبعك كده شايفين اهي، هتشديها بقى كده، هتتشد معاكي بدون ما يطلع منها لحم اهو. ما شاء الله صبعك الكبير بيساعدك طبعا عشان تقدري تتملكي منها، وفي نفس الوقت
ما تهدريش من اللحم بتاعها في الجلد، دي اللي احنا خليناها من الجلد بتاعها اهي. هطلع الشوكة تطلع اهي بكل سهولة ما شاء الله. اهي خليناها من كل حاجة، اصبح عندك بس الفسيخة كاملة. هعمل ايه بقى؟ هقطعها، عايز تسيبيها كده في حالها كده مش اي مشكلة، عايزة تقطعيها انا هقطعها. انا هنا عملت المخلية خالص وبالشكل ده قطعتها طبعا قطع اهي اللي هيشيل جزء. طب واستعنت بالراس وحطيتها دي الراس لوحدها خالص، ليه؟ منظر جمالي بس مش اكتر، عشان العين زي ما قلنا هي بتاكل الاول، وعشان في نفس الوقت يبان ان هو شكل الفسيخ التقليدي، فهيزيد من شهية الفرد في الاكل. طبعا ما ننساش الليمون والخل، تقدري تحطي عليها شوية كمون وشوية زيت اللي يحب. طبعا هنعمل فيها ايه تاني؟ دي هعملها بطريقة مختلفة بس مش هخليها، هقشرها. اي حاجة لازم تقشريها. الاكلة ديت من ايام اجدادنا الفراعنة واحنا بناكلوها. عارفة ان في حد يقول نجيب بقى الايد اللي قدامنا ده قبل ما اقطعها. اقطع الراس واقطع الديل واقطع خلبة بس السمكة نضيفة زي الفل ازاي؟ مفيهاش اي حاجة. هنقطعها برضو من الجنب التاني. بص السمكة ما شاء الله دايبة دوب كده، دايبة ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. السردين الفسيخ اللي دايب كده لحمه دايب مستوي وعادل تمام. هتقطعها اتنين كده، هتشيلي طبعا السلسلة الشوكة دي، هقطعها بالمقص واحدة بالطول كده وواحدة بالعرض في الطبق اهو. زي السمكة كده هجيب الديل بتاعها اللي انا قصيته في الاول وهحطه بالمنظر ده. اصبح عندك سمكة مخلية بالشكل التمام بتاعها. العين بتاكل قبل البق تمام. التانية هقدمها ازاي؟ خليكوا تابعوني، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مننا كل جديد. ولسه كمان طريقة خلي الرنجة. وده كده الشكل النهائي لتقديم الفسيخ. لو عندك حد بياكل او انت لنفسك مخلي تماما مفهوش اي شوك ولا اي جلد. بالنسبة لدي بالنسبة لدي مخلي من جوه مفهوش اي شوك نهائي. تعالوا بقى نشوفوا كده الرنجة هتتعمل ازاي وهخليها ازاي. ما تنسوناش في اللايك بعد اذنكم. الرنجة هحتاج اي حاجة بتخش الفرن عشان احطها تحت الشواية. قبل ما احطها تحت الشواية علشان تتشوي صح، مش بمعنى الشوي مش هتاكليها نية. الرنجة ما تتاكلش نية يا جماعة، في ناس بتحبها نية بس انا بقول ده الرنجة لازم تتشوى يا اما على البوتاجاز من فوق يا اما تحت الشواية. ومش هتشيلي الديل عشان تسهل معاكي الخلي. هتفتحي القلب بتاعها، وفتحنا القلب بتاعها تمام اهو. هحطها تحت الشواية وهوريكوا ازاي. اهو كده تحت الشواية يا دوبك دقيقة، مجرد ما القشرة اللي فوق تفك هتقلبيها على الناحية التانية. بصوا عملت ازاي، سخنة طبعا عشان كده اهي.
بكل سهولة بقى كده اهي، هتلاقي الديل عشان كده قلتلك ما تقطعهوش. الشوكة بتتشال بكل سهولة، يمكن كمان نوعية الرنجة دي مش تمام، يعني بنتي اللي راحت نزلت جابتها، محدش بياكل عندنا رنجة اهي. شايفين كل الشوك الصغير طالعة من غير اي مجهود، عشان كده انا بقول لكم سووها على النار. لو في حاجة تانية اهي يطلع منك. تعالي بقى على القشرة كده، انا استخدمت ايديا عشان اتملك منها. شايفين بسهولة هتضغطي كده والقشرة هتطلع. بس كده، الناحية التانية نفس الشيء، هي الرنجاية ناشفة. ادينا شلنا القشر بتاعها، بقت عندي من غير ولا شوكة خالص وبدون قشر ومخلية بدون تعب وبدون اي مجهود. هتعصري عليها بقى الليمون بتاعك، وتاكلي بألف هنا. الرنجة ما بحطش عليها خل، ليمون فقط. بكده نكون خلصنا طريقة نظافة وخلي الفسيخ والرنجة. اتمنى تكون عجبتكم طريقتي، والى اللقاء في وصفة جديدة اخرى من وصفات مطبخ بوسي وهيمة.